اكتشاف المواهب العربية هي مهمتها في الفترة اللي جاية. دخلت الفن سنة 94 ووصلت لنجومية وشهرة كبيرة في الوطن العربي بأغانيها وبشخصيتها القوية والجدل اللي ارتبط باسمها في مواقف كتيرة. أحلام هي ضيفتنا النهاردة في ستار تراك. على انستجرام عندها اكتر من 5 مليون فولوور، ومن اخر اللي نزلته كان فيديو عبارة عن مجموعة صور من اخر فوتوشوت ليها، وكتبت لوك من لوكات عرب ايدل، اعطوني رأيكم فيه من 10 مع حبي وتقديري واحترامي للجميع، بالاضافة لمقطع من فيديو كليبها الجديد يلازمني خيالك، وبقى عامل اكتر من 110 الف فيوز. ومعروف عن احلام انها متابعة الموضة والازياء بشكل كبير، فطبيعي نشوف فيديوز وصور كتير من تحضيراتها خصوصا وهي بتعمل ميك اب. احلام كمان بتحب السفر جدا، واخر رحلة ليها كانت في الهند، وشاركت معجبينها بصور من زيارتها لتاج محل، وباركت لفايز السعيد على ألبومه الجديد فنزلت صورة معاه وهو بيهديها الألبوم، وكتبت ألف مبروك الألبوم الجديد ولد بلادي الغالي وسفير الألحان. على تويتر عندها أكتر من 7 مليون متابع، ومؤخرا عملت بين للفيديو كليب الجديد يلازمني خيالك، وعملت ريتويت لتغريدات الفانز اللي باركولها على الكليب الجديد، وكمان ريتويت لفيديو سميرة سعيد من بروجكت رانوي على الستيج وهي بتغني ما حصلش حاجة. على فيسبوك عندها اكتر من 6 مليون لايك، الكفر فوتو والبروفايل بيكتشر اختارتهم عشان يبقوا من اجدد فوتوشوت ليها، واغلب الصور اللي عليه شبه الانستجرام، ومن اخر اللي نشرته كان صور من كواليس كليب يلازمني خيالك، وكتبت هدية لكل جمهوري في الوطن العربي وخارجه.